مساء الخير على كل مشاهدي برنامج عرب ووت في كل مكان، حلقه جديده واخبار جديده ان شاء الله تعجبكم. في البدايه خلوني ارحب بزميلي يحيى. يحيى، ايه الاخبار؟ ده انا ازيك ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا في مصر والوطن العربي، وما تنسوش طبعا تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام وتويتر. حالا نبتدي بالعناوين. افراح القبه وسبع ارواح والنوس يتصدرون سباق الدراما الرمضانيه. صراعات قويه بين المنتجين تبدا على دراما رمضان 2017. محمد رمضان يواجه مشكله جديده في مسلسل الاسطوره. عرب وود يكشف اهم اخطاء دراما المسلسلات الرمضانيه. إمري بلانت بطلة فيلم ماري بوبينز ريتيرنز. ولقاء حصري لعرب وود مع الفنان وليد فواز. السباق الرمضاني السنه دي مليان بالمسلسلات اللي وصل عددها لاكثر من 30 مسلسل على جميع الشاشات الفضائيه. والنهارده في عرب وود بنقدم لكم ترتيب مبدئي للمسلسلات واللي جذبت الجمهور بشكل كبير جدا السنه دي، واللي اخترناها بناء على ردود الفعل على السوشيال ميديا وكمان اهتمام المواقع الفنيه بيها. في المرتبة الأولى المسلسلات اللي كانت أحداثها جذابة بشكل كبير للجمهور، وكمان التشويق اللي حصل في حلقات الأسبوع الأول من الأحداث، ومنهم أفراح القبة وسبع أرواح والنوس، وكمان شهادة ميلاد والميزان والخروج وسقوط حر والقيصر. في ترتيبنا المبدئي لمشاهدة المسلسلات الرمضانية بيجي في المرتبة الثانية مسلسل مأمون والشركاء، وكمان جراند أوتيل وراس الغول، ومسلسل وعد وأزمة نسب، وكمان الأسطورة، اللي يمكن أحداثهم أقل جذب من مسلسلات المرتبة الأولى، واعتمدت على الأحداث اللي ما فيهاش نقلات سريعة ومعتمدة بشكل أكبر على عدد أقل من الأبطال. لسه ترتيبنا المبدئي مستمر، وبالرغم من لمحة الكوميديا والغموض اللي موجودة في مسلسل هي ودافينشي، إلا أنه بيجي في المرتبة الثالثة وبيكون معاه كمان كلمة سر اللي بتقوم ببطولته لطيفة لأول مرة مع الفنان هشام سليم، وكمان معاهم مسلسل فوق مستوى الشبهات اللي بتقوم ببطولته الفنانة يسرى. مسلسل بنات سوبرمان ممكن يكون مش واخد حقه في المشاهدة بشكل أفضل من كده، طبعا بسبب عرضه قبل الفطار بس بدون إعادة ليه بعد الفطار، وكمان مسلسل هبة رجل الغراب بجزء الثالث، والمقارنة اللي حصلت ما بينه وما بين الجزئين السابقين اللي كانوا من بطولة إيمي سمير غانم وفريق كامل انسحب من الجزء ده، وطبعا ده قلل من فرصة انه يكون في مركز متقدم. نيلي وشريهان بالرغم من الكوميديا اللي فيه وكمان وجود إيمي ودنيا في مسلسل واحد، لكن ما حققش المشاهدة اللي كانت متوقعة ليه بالرغم من الدعاية الكبيرة اللي اتعملت له قبل رمضان، وكمان مسلسل صد رد اللي بيقدمه أبطال مسرح مصر اللي يمكن ما قدموش جديد في الدراما الرمضانية واعتمدوا على الإفيهات بس. الكينج محمد منير كان تراجع مسلسله صادم بالرغم من الفانز الكتير ليه، لكن وجود مسلسل بأحداث قليلة وعدد كبير من الأغاني الجديدة والقديمة اللي بيحبها جمهوره ما كانش كفاية إنه يجذب عدد كبير من المشاهدين لمسلسله المغني. يمكن لو كان المسلسل اتعرض بره السباق الرمضاني كان ممكن يحقق مشاهدة كبيرة، أو ممكن يحققها في الإعادة بعد رمضان. بعد أكتر من 20 سنة بيرجع لنا مسلسل ليالي الحلمية بجزء السادس بعدد قليل من النجوم اللي كانوا كوكبة مهمة جدا في الدراما المصرية، لكن المسلسل حقق نسبة مشاهدة ضعيفة جدا بسبب أنه بعد عن الشكل الدرامي اللي قدر يجذب المشاهدين ليه بشكل كبير، ويمكن كمان عشان بعد النجوم الكبار اللي كانوا بيشكلوا أدوار البطولة في أحداثه. يمكن يتغير الترتيب المبدئي اللي توقعناه السنة دي لمسلسلات رمضان، واللي ممكن يتغير مع نهاية الشهر الكريم وتطور الأحداث في مسلسلات لسه ما حققتش المشاهدة بشكل كبير. بدأ المنتجين للتحضير للمسلسلات اللي هتتعرض في رمضان 2017، وحاليا بيشهد الوسط الفني صراع بين شركات الإنتاج على الفنانين. وقدر المنتج جمال العدل إنه يفوز بتوقيع الفنان أحمد عز على مسلسل جديد هيعرض السنة الجاية في رمضان. وأحمد عز غايب عن التلفزيون بقاله سنتين، وآخر مسلسلاته كان مسلسل الإكسلنس مع المخرج وائل عبدالله. وتعقدت كمان الفنانة منى شلبي من فترة طويلة مع المنتج جمال العدل لإنتاج مسلسل واحة الغروب، واللي كانت هتقدمه الفنانة نيلي كريم من فترة، لكنها اعتذرت وراح المسلسل لمنى شلبي. عندنا وقت الغروب بتاع الأديب الكبير بهاء طاهر ومريم نعوم كاتباه وكاملة في ذكري إخراج ومنى شلبي وخالد النبوي لغاية اللحظة دي، وده مسلسل أنا أعتقد إنه هيبقى من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما العربية، وبنحضر فيه دلوقتي بقالنا سنتين، لأنه بيدور كل أحداثه في سيوة، فمن ملابس لديكورات لبنى قرية كاملة يعني هنعمل حاجة بإذن الله تبقى مشرفة جدا. والسنة دي غابت منى شلبي عن رمضان، لكنها قدمت مع نفس الشركة السنة اللي فاتت مسلسل حارة اليهود ونجحت في تجسيد دور اليهودية. وكمان تعاقد الفنان أحمد السقا الأيام اللي فاتت على تقديم مسلسل رمضاني السنة اللي جاية، وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل ذهاب وعودة مع المخرج أحمد شفيق.
وفي اخبار اتنشرت الايام اللي فاتت بخصوص مسلسل محمد رمضان، والاخبار اكدت ان مسلسل احمد السقا الجديد هيكون سبب في تاجيل مسلسل محمد رمضان للسنه اللي بعد اللي جايه، وخاصه لان الشركه اللي هتنتج المسلسلين شركه واحده. من ناحيه تانية قدر المنتج تامر مرسي انه يخطف النجوم لمسلسلات رمضان اللي هيقدمها السنه اللي جايه، ومن اوائل الفنانين اللي هيتعاقد معاهم هو الفنان عمرو دياب. واخيرا قرر عمرو دياب انه يرجع للتلفزيون من خلال مسلسل الشهره، واللي اجل تصويره اكتر من مره، لكن عمرو دياب اشترط ان سيناريو وقصه المسلسل تتغير بالكامل، وهيقوم باخراج المسلسل طارق العريان. وقدر كمان المنتج تامر مرسي انه يتعاقد مع الفنانه ياسمين عبد العزيز، وكان اخر مسلسل قدمته ياسمين عبد العزيز هو مسلسل الرقص على سلالم متحركه سنه 2002. وبيراهن المنتج تامر مرسي على ياسمين عبد العزيز، وخاصة لأن المسلسل من نوعية المسلسلات الكوميدية واللي بيحبها الجمهور جدا. وكمان نجح تامر مرسي على التعاقد مع الفنان عادل إمام لتقديم مسلسل جديد السنة اللي جاية، وبيعتبر ده التعاون الرابع ما بين عادل إمام والشركة المنتجة، وقدموا مع بعض قبل كده أكثر من مسلسل، وآخرهم كان مسلسل مأمون والشركاء اللي بيعرض حاليا. أما المنتج كامل أبو علي وأبو هشيمة فقرروا إنتاج الجزء الثاني من مسلسل الجماعة للمؤلف وحيد حامد، واللي انتهى من كتابة الجزء الثاني من المسلسل من فترة. ولكن المؤلف وحيد حامد أكد إن فنانين جداد هيشاركوا في الجزء الثاني من المسلسل، وهيقوم بإخراج مسلسل الجماعة خالد مرعي. زي ما شفنا الحرب بدأت بدري ما بين شركات الإنتاج، وللأسف البقاء هيكون للي هيدفع أكتر. يا ترى إيه الجديد عند النجمة أنغام الفترة اللي جاية؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. الفنان محمد شبانة ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ متضايق جدا الفترة دي، وده بسبب استخدام أغنية سواح في إعلان عن الملابس الداخلية. وأكد شبانة في أحد البرامج التلفزيونية إنه اتفاجئ جدا بالأغنية في أحد الإعلانات، وإن الشركة المنتجة ما بلغتوش باستخدام الأغنية. وقال شبانة إنه من العيب جدا إنه يتم استخدام أغنية من أغاني العندليب بشكل غير لائق للإعلان عن ملابس داخلية. الحقيقة فنم هي لو كانت يعني في أمر حاجة تشجع مثلا في الوطنية، في مش عارف إيه، في الحاجات اللي تشجع جون البلد أوكي، إنما ده حاجة إعلان ملابس داخلية. وحتى لو كانت هي في إطار قانون، يعني أنا ما أعرفش إذا كانوا واخدين حقوقها من جمعية المؤلفين، ولا أخدينها من حد مثلا يكون بيدعي الحق ولا حاجة زي كده، ولكن في الآخر حتى لو قانونية إحنا المفروض نعمل قانون نحمي بيه الحاجات دي. وقال كمان إن ورثة الملحن الراحل بليغ حمدي هم اللي أعطوا التصريح للشركة لاستخدام اللحن، وإنه ملوش أي علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع، لأنه لا يمكن إنه يقبل أبدا بإهانة أغنية من أغاني العندليب بالشكل ده. الشركة المنتجة هتواجه كمان طرف ثالث، وهي شركة مزيكا اللي اتهمت صاحب الإعلان بأنه سرق حقوقها الأدبية والمادية، واستغلت أغنية سواح بدون وجه حق، وقالوا لغاية إمتى هنفضل نعاني من القرصنة على الأعمال الموسيقية والغنائية. وأعلن المنتج محسن جابر أنه هيقاضي الشركة المنتجة اللي استغلت لحن أغنية سواح، وكمان هيقاضي إعلان تاني استغل لحن أوبريت الجيل الصاعد للموسيقار محمد عبد الوهاب في الإعلان عن إحدى البنوك. وقال محسن جابر انه توجه بانذار ضد القنوات الفضائيه وشركات الاعلان اللي قامت بالسطو على حقوق شركته الادبيه والماديه، وهيقوم بحذف كل فيديوهات الاعلانات دي من مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب. مش بس كده، كمان قرر محسن جابر انه ياخد اجراء قانوني ضد بعض شركات الانتاج الدرامي اللي استغلت بعض الاغاني اللي بتملكها شركته وقدموها في مسلسلاتهم، وقال انه حاليا في مرحله حصر الاعمال دي، وانه مش هيسيب حق شركته ابدا. يا ترى ايه هي اجدد مشاكل مسلسل الاسطوره اللي بيقوم ببطوله الفنان محمد رمضان؟ لو عايزين تعرفوا استنونا. دلوقتي معاد أخبارنا، ونبدأ مع المطربة أنغام اللي بتشارك في الأغنية الدينية صلتك بالله مع المطربين الكبيرين لطفي بوشناك وراشد الماجد، والأغنية تم تقديمها باللهجة المصرية والخليجية، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار. قرب النجم يوسف الشريف من الانتهاء من تصوير مسلسله القيصر، وقال يوسف الشريف أنه سعيد بردود الأفعال اللي جات له بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل. مسلسل القيصر بيشارك في بطولته ريهام عبد الغفور وخالد زكي وأحمد سعيد عبد الغني. فكرة يوسف الشريف والسيناريو حوار محمد ناير، وهو من إنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد جلالي. داخل مدينة السينما ومسرح سيد درويش بيصور المخرج محمد ياسين باقي أحداث مسلسله أفراح القبة اللي بيقوم ببطولته جمال سليمان ومنى زكي وإياد نصار ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي، وقال إن قدامه 10 أيام وينتهي من تصوير المسلسل كله. أفراح القبة سيناريو وحوار نشوى زايد وبيخرجه محمد ياسين، وهو عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.
المخرج محمود كامل أكد أن فيلمه خارج الخدمة هيتم عرضه في نيويورك الأسبوع اللي جاي بأحد المراكز الثقافية هناك. فيلم خارج الخدمة من بطولة أحمد الفيشاوي وشيرين رضا، وبدور أحداثه في إطار اجتماعي عن علاقة شاب بامرأة بتربطهم فكرة تعاطي المخدرات. انتهى الفنان أحمد وفيق من تصوير آخر مشاهده في مسلسل سقوط حر واللي بيتعرض على القنوات الفضائية حاليا. المسلسل من بطولة نيلي كريم وصفاء الطوخي وباسل خياط ومحمد فراج وفريال يوسف، ومن تأليف مريم نعوم وسيناريو وائل حمدي وإخراج شوقي المجري. ودلوقتي نطلع لفاصل نرجع نكمل حلقتنا في عرب وود، استنونا. المصور خالد فضة نشر جلسة تصوير جديدة للفنانة نيلي كريم، وكان صمتها مختلف في الصورة دي، ويمكن يكون السبب هو دورها في مسلسل سقوط حر اللي بتتألق حاليا فيه بدور ملك واللي تسبب في جدل كبير على السوشيال ميديا. نيلي كريم السنة دي في رمضان بتقدم شخصية درامية مختلفة عن اللي قدمتهم السنين اللي فاتت. نيلي فضت طول الخمس حلقات الأولى لمسلسل سقوط حر ساكتة ما بتتكلمش نهائيا داخل مصحة النفسية، واللي اتحولت لها بعد اتهامها بقتل زوجها وأختها. صمت نيلي كريم كان مختلف وغريب على الدراما المصرية والعربية، ان يكون اللي بيقوم بدور البطولة والمحور الاساسي للاحداث بيجسد دوره بشكل صامت. برغم من احداث مسلسل سقوط حر انه بيصنف كدراما تشويقية، يمكن يكون صمت نيلي كريم في الاسبوع الاول من المسلسل كان عامل لغز كبير في الاحداث، وكمان تشويق اكبر من ان يكون دورها بيحكي تفاصيل او احداث. يوسف الشريف هو كمان في مسلسله القيصر قدم حلقتين كاملين كان صامت وهو مسجون في سجن المغارة. القيصر برضه محقق مشاهدة عالية ضمن السباق الرمضاني، وكمان اتوجه له انتقادات كتير بسبب ان السجن شكله اقرب للسجون الامريكية. مش يوسف الشريف بس ونيلي كريم اللي قاموا بدور البطولة الصامتة، لكن كمان نجمة جودي فوستر قامت بدور البطولة في سنة 94 في فيلم نيلي وشاركها البطولة فيه ليام نيسن. الفيلم كانت بتدور احداثه عن بنت عايشة في الغابة وما صادفتش بشر، وبتدور الاحداث عن طور الشخصية دي. وكمان دور البطولة الصامتة في فيلم ذا بيانو سنة 93 بطولة هولي هانتر اللي حصلت على جائزة الأوسكار، وكانت بتقوم بدور فتاة فقدت النطق وبتتواصل مع العالم من خلال البيانو. أحيانا الصمت بيكون أبلغ بكتير عن الكلام، وكمان الأداء المتميز للفنان في صمته بيعبر كتير عن تفاصيل ممكن يختصرها بنظرة عينه أو بانفعال. مسلسل سقوط حر والقيصر الاتنين في مقدمة الماراثون، والاتنين بدأوا بداية إلى حد ما متشابهة، والأيام اللي جاية هتكشف لنا تفاصيل أكتر عن المسلسل. اتكلمنا الايام اللي فاتت عن مشكلة ياسمين صبري مع المخرج محمد سامي، واللي قالت انه قلل مشاهدها وفي نفس الوقت زود مشاهد زوجته مي عمر واللي بتجسد دور شهد في مسلسل الاسطورة. وهددت ياسمين صبري بالانسحاب من المسلسل، ولكن فريق العمل تدخل وخاصة الفنان محمد رمضان وحلوا الموضوع بين الطرفين، وبالرغم من ده الا ان المشكلة ما انتهتش. وبعد ازمة الفنانة ياسمين صبري ظهرت ازمة كبيرة في كواليس مسلسل الاسطورة، وبرضه بسبب الفنانة مي عمر. واتفاجئنا ان الفنانة نسرين امين اشتكت هي كمان، وقالت لو كنت اعرف ان مسلسل الاسطورة بطولة المدام مرات المخرج ومعدسات ملونة ما كنتش بدأت تصويره. واضح جدا ان اللي حصل مع ياسمين صبري حصل مع الفنانة نسرين امين، واتحذف لها مشاهد من المسلسل لزيادة دور مي عمر، ونسرين شايفة ان وسطتها الجديدة هي انها مرات المخرج. وفي نفس الوقت رفضت الفنانة مي عمر التعليق على كلام ياسمين صبري ونسرين امين، وقالت ان اللي يهمها بس هو دورها وحكم الجمهور عليه واي كلام تاني مش مهم. يا ترى هيقدر محمد رمضان انه يحل مشكلة نسرين امين زي ما حل مشكلة ياسمين صبري؟ والسؤال الاهم كمان، هل من حقق اي مخرج ان يحذف او يضيف مشاهد لممثل داخل العمل الفني؟ يا ترى ايه هي الأكلة اللي قدمها الفنان خالد الصاوي لجمهوره على الفيسبوك؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معانا. أخطاء كتيرة بيقع فيها القائمين على الأعمال الدرامية كل سنة، ومن المسلسلات اللي وقعت في بعض الأخطاء دي مسلسل شهادة ميلاد للنجم طارق لطفي، وده برغم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي في الأحداث والتشويق العالي جدا في السيناريو اللي قام بكتابته عمرو سمير عاطف. من الأخطاء دي بنلاقي إن مشهد مهم زي انفجار عربية علي في الحلقة الثانية أثناء وجود والدته الفنانة سميرة عبد العزيز في العربية، بتقف الفنانة إنجي المقدم وبتقول للفنان طارق لطفي أنا نسيت المحفظة، وبيهزر معاها وبتطلع الشقة مرة تانية وبترجع ومعاها شنطة سفر كانت بالفعل أخدها منها طارق لطفي وحطها في شنطة العربية اللي بتنفجر في الوقت ده. ده مش المشهد الوحيد اللي فيه غلطة في مسلسل شهادة ميلاد، لا كمان في مشهد تاني مهم واللي قالت فيه معلومات مهمة عن حوار سارة زوجة والده يحيى نصير، واللي راحت وقالت كل تفاصيله للصحفية الوحيدة في المسلسل واللي شغالة في جريدة العاصفة، وبنلاقي ان حوار مروة منشور في جريدة الأهرام، وفي المشهد اللي بعده منشور في جريدة العاصفة اللي اسمها مذكور في المسلسل من وحي خيال المؤلف.
غلطات بسيطة لكن بتأثر في أحداث المسلسل أو بتخلي المشاهد يركز في نقط تانية غير الدراما اللي المفروض يكون مركز فيها بشكل كبير. وكمان اتصادف أن ديكور مسلسل الخنكة لغادة عبد الرازق هي نفس الفيلا اللي المفروض أن طارق لطفي أو علي يحيى نصير عايش فيها في أحداث مسلسله. لكن من الواضح ان ده بسبب ضغط الوقت اللي فيه فريق العمل بسبب انجاز اكبر عدد ممكن من الحلقات لتسليمها للعرض قبل بداية شهر رمضان. بعد شوية لقاء حصري مع الفنانة جواهر مع اطلاق فيديو كليب جديد ليها. دلوقتي جه ميعاد جولتنا في عالم السوشيال ميديا واللي هنبدأها مع الفنان خالد الصاوي واللي نشر على صفحته بفيسبوك صورة ليه مع طاجن مسقعة وكان لابس طاقية الشيف وكتب تعليق على الصورة وقال اليوم مع الشيف دافنشي مسقعة بالجبنة والبشاميل. المطربة أنغام نشرت صورة ليها على صفحتها على فيسبوك وكتبت لمتابعيها صباح الخير من شهر الخير. الفنانة بشرة كتبت على صفحتها بالفيسبوك بوست بتقول فيه عمري ما كنت أتخيل أني مش هعرف أشوف أهلي وصحابي في رمضان ونتجمع ونشوف المسلسلات مع بعض لمجرد أن كل واحد فينا عنده لستة مختلفة من المسلسلات عن المسلسلات اللي أنا بتفرج عليها. الله يرحم لما كان هو مسلسل واحد بيجمعنا. الفنانة نوال الزغبي نشرت على صفحتها الرسمية بفيسبوك صورة ليها وكتبت عليها كلمات من أغنيتها معرفش ليه. المطربة أحلام كتبت بوست على صفحتها بفيسبوك وقالت فيه قد نكون أقوياء ولكننا بدون الله لا قيمة لنا. الفنانة مي عز الدين نشرت على صفحتها على الانستجرام صورة ليها من مسلسل وعد وكتبت عليها الحمد لله والشكر يا رب. وعد ترند على تويتر النهاردة بشكركم ومبسوطة ان المسلسل بيجيب مشاهدات عالية واني عجباكم. ودلوقتي نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من عرب وود. استنونا. الفنانة جواهر طرحت البرومو الدعائي لكليب يا دنيا واخداني استعدادا لطرحه يوم 25 رمضان اللي جاي. جواهر اكدت ان الكليب الجديد فيه مفاجآت كتيرة للجمهور وهتظهر فيه بشكل جديد من خلال الشكل الدرامي اللي هتطلع بيه من خلال العمل ده. اغنية يا دنيا واخداني هي من كلمات علي عطية والحان عبده سليم واخراج ايهاب عبد اللطيف. كاميرا عرب وود قدرت انها تدخل كواليس تصوير الكليب وتقابل الفنانه جواهر في لقاء حصري جدا للبرنامج. الاغنيه بتحكي عن غدر الزمن، عن واحده مثلا كانت هي سوبر ستارز في حياتها، كانت مستريحه جدا، عايشه في فيلا شيك قوي قصر، يعني حياتها كانت كويسه، مدير اعمالها وقرايبها اتفقوا عليها فمضوها على شيكات على اساس انه تبيع كل اللي قدامها واللي وراها. جواهر بتتعاون مع شعراء وملحنين جداد من خلال الأغنية دي وبتحاول إنها تعيد تقديم نفسها للجمهور من تاني بشكل مختلف. هو كلمات علي عطية، لحن عبده سليم، توزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا. أنا عايز أقول لك أنا الأول مرة أعمل الدراما دي، الدراما الشعبي، يعني الشعب اللي هو ما رقص ده أول مرة أنا أعمل الموضوع ده، فأتمنى يا رب بإذن الله يعجب الناس إن شاء الله. أما قصة الأغنية أو الكليب فبيغلب عليها إنها قصة درامية شعبية بتدور في إطار اجتماعي، وتفاصيل أكتر هنعرفها من جواهر. مختلف عني تماما، يعني أنا خرجت من توبي، بس يعني اللي يسمع الصوت يعرف إنه دي جواهر، بس الموضوع كموضوع بعيد عن اللي أنا بعمله خالص. وكمان الدم جديد في الـ في الـ في الـ في, الـ في الملحنين وفي المؤلفين، فلازم لازم التغيير. كتير من المطربين دلوقتي بيميلوا انهم ينزلوا اغاني سنجل ويصوروها كمان ويبعدوا عن انتاج البوم كامل، وده كمان اللي جواهر عايزه تعمله في الفتره اللي جايه. انا طبعا انا خلاص قررت انه باذن الله كل 6 شهور انزل بكليبايه، يعني السنجلايه تكون باذن الله. ممكن اعمل البومز، بس اليومين دول انا مركزه في انه ابقى متواجده بصوره مكثفه شويه. ايام قليله وهنسمع اغنيه جواهر الجديده وهنشوف الكليب الجديد وهنحكم بنفسنا إذا كانت جواهر قدرت فعلا إنها تغير من نفسها ولا لا. بعد شوية لقاء حصري لكاميرا عرب وود مع نجم 3 مسلسلات رمضانية وهو الفنان وليد فواز. دلوقتي نروح لأخبارنا العالمية ونبدأها بتأكد الأخبار اللي بتقول إن شركة ديزني اختارت النجمة إيميلي بلانت علشان تكون بطلة فيلم ماري بوبينز ريتيرنز واللي هينزل في 2018. وكمان اتأكد ان الفيلم هيكون من اخراج روب مارشل اللي كان اخر اعماله مع ايميلي فيلم انتو ذا وورد سنة 2014.
النجم مارك رافلو رغم نجاحه في شخصية هالك وكمان الخبر اللي اتأكد انه هيظهر بالشخصية في الجزء الجديد من فيلم ثور الا ان مفيش اي اخبار عن انه هيعمل سلسلة اجزاء خاصة بالشخصية. بس الكل محب النجم يقدروا يشوفوه في فيلم ناوي يو كان سي مي تو الشهر ده. النجم جاستن بيبر بعد ما اطمن على نجاح الالبوم الاخير بتاعه وكمان الجولة الغنائية الاخيرة ليه قرر انه يدخل في علاقة عاطفية جديدة مع نيكلا بيلت، وده لما تصور معاها تاني وهما بيتعشوا في احد المطاعم. ظهرت المغنية أديل في جولتها العالمية واعتذرت عن الغائها لاسباب صحية وتأسفت للجمهور وقالت انهم جايين يسمعوها ولكنها للأسف صدمتهم. والموقف ده كان حصل سنة 2011 ومع المغنية سيلينا جوميز واللي قاعدة تبكي بالساعات لانها لغت الحفلة، وكمان المغنية أريانا جراندي اللي نصحها الأطباء بإلغاء آخر حفلة ليها، وده طبعا خلاها محبطة جدا. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي أخبارنا في عربود. النجمة آل فانج من عائلة رياضية مشهورة، فوالدتها كانت لعيبة تنس ووالدها كان لاعب بيسبول وجدها كان لاعب أمريكان فوتبول، وكمان خالتها كانت مراسلة رياضية، بس الجيل الجديد من العيلة قرر انه يتجه للتمثيل زي ال واختها. النجمة داكوتا فينج الاخت الكبرى لال بدأت طريقها النجومية وهي صغيرة جدا، وكان ليها افلام كتير ناجحة زي فيلم مان اون فاير وفيلم اي ام سام، لكن شهرة داكوتا ساعدت ال في التمثيل. My sister started out first and she moved out to LA and I was like oh well you know maybe I should try it too because I do love becoming all these different people and I just sort of fell into it and loved it and now it's what I want to do for the rest of my life I think. The older sister and so I still think of her as my little sister and we're so different from each other anyways that we don't feel anything like that and we support each other and want the absolute best for each other. رغم شهرة داكوتا ونجاح أفلامها إلا إن إل كان ليها أفلام كتيرة مميزة وناجحة، وهي كمان ما اعتمدتش على نجاح أختها، ومن الأفلام دي كان فيلم ويبوت أزو وكمان فيلم ترامب. ورغم النجاح إل بتحقق إل في مسيرتها كممثلة ورغم نجاح أفلامها إلا إنها بتعتبر التمثيل مهنة مؤقتة، وده لأنها كملت دراستها الثانوية وكمان بتاخد دروس في الباليه، ودايما بتأكد إن التمثيل شغلانة مؤقتة. النجم وليد فواز بيشارك السنة دي في 3 مسلسلات رمضانية وبيقدم في كل مسلسل شخصية مختلفة تماما عن التانية وكمان عن أي شخصية قدمها قبل كده في أي عمل درامي. وقدر الفنان وليد فواز أنه يجسد شخصية فنان شعبي من طبقة فقيرة في المسلسل الطبال، وشخصية تنتمي لعائلة أرستقراطية في مسلسل أزمة نسب، وبيقدم شخصية المحامي الفاسد في مسلسل 7 أرواح. كاميرا عرب وود قابلت الفنان وليد فواز في لقاء حصري للبرنامج وكشف لنا عن أسرار كتير عن الشخصيات والمسلسلات دي. أنا السنة دي كنت عايز عندي نهم شديد إن أنا عايز أشتغل، يعني الجمهور يعني عايزه يشبع من وليد فواز شوية، بس مش هتكرر تاني إن أعمل 3 دي إن شاء الله يعني. مسلسل 7 أرواح بيقدمه وليد فواز مع مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، هما رانيا يوسف وإياد نصار وخالد النبوي، والمسلسل بينتمي لنوعية مسلسلات البطولة الجماعية. شخصية المحامي رغم أنها تقدمت في الدراما كتير في أعمال سينمائية ومسلسلات قبل كده، إلا أن وليد فواز قدر أنه يحط عليها بصمته بشكل مختلف. شخصية خالد هو شخص برجماتي بحت، يعني ما لا يؤمن إلا بنفسه، و مصلحته هي 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 الإله بتاعه يعني. خالد مع الأحداث هتشوفه يعني إن هو بيخش في رحلة هروب معينة تتوازى مع رحلة هروب معتز الفرماوي اللي هو خالد النبوي، وبيحصل حاجة في الدراما إن هو بيتقابلوا مع بعض يعني مع طبعا كريمان اللي هي رانيا يوسف عشان يقابلوا في النهاية العدو المشترك اللي هو هيكون عيسى يعني. أما مسلسل أزمة نسب اللي بتقوم ببطولته النجمة زينة، فبيعتبر ده أول تعاون لوليد فواز مع زينة في عمل واحد بيجمعهم مع بعض. أول تعامل بيني وبين زينة في أزمة نسب محمد صلاح العزب المؤلف صديق شخصي ليا، وكنا هنشتغل مع بعض في حالة عشق، بس يعني جت الظروف بقى، ومعانا سعيد حامد طبعا اللي وشه حلو على 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 جيل كامل من النجوم يعني احمد السقا محمد هنيدي بدون ما انسى اي اسم من الجيل الكبير الجامد يعني، فكل العناصر دي كلها خلتني اشتغل بالاضافه لمحمود شميس اللي انا بعتز جدا بيه كمنتج ذكي واعي صاحب نجاحات سابقه، فكنت حابب اشتغل يعني. كمان في مسلسل الطبال مع الفنان امير كراره قدم وليد فواز شخصيه بتعيش في حي شعبي ليها ملامح وطبيعه مختلفه عن اي شكل درامي قدمه قبل كده.
قرار اكلمني السنه دي، ودينا كريم منتجه صديقه برضو عزيزه، فالناس دي اصحابي يعني، فكنت عايز اشتغل معاهم في المسلسل ده. الورق شدني جدا لهشام هلال، انا برضو بعتز بيه جدا. في سلسله نجاحات للجروب ده او الناس دي، من حوالي بخارست، من تحت الارض، من مواطن اكس مرورا بقى بطرف ثالث، فالناس دي ناجحه، وانا كنت حابب ان اخش المطبخ ده. الشخصيه شتا السويسي هو شخص عنده يعني بوصف مبسط بني ادم شبه الناس اللي ماشيه في الشوارع، يعني بني ادم بسيط جدا احلامه لم تتحقق، فهو كل اللي بيفكر فيه ان هو يسيب البلد ويهاجر. تمام. القدر بيخليه يتقابل مع صالح ابو جازيه. مع مرور الاحداث بنكتشف ان وراء هذا الرجل في سر كبير جدا يعني. وفي اخر لقائنا مع وليد فواز سالناه ازاي قدر ان هو يوفق بين تصوير 3 مسلسلات ب3 شخصيات مختلفه، وكشف لنا كمان عن ردود الافعال على المسلسلات وشكل المنافسه في رمضان. ما كنتش بمثل شخصيه في نفس اليوم مثلا مع شخصيه ثانيه، ففي جداول محطوطه منظمه، بشتغل كل شخصيه لوحدها، فالحمد لله مرتاح يعني، ما عنديش مشاكل. الجمهور هو صاحب القرار الاول والاخير، هو اللي بيختار، ويا رب يا رب نكون احنا يعني عندنا حظ وافر ان الجمهور يحبنا السنه دي ويختارنا يعني. وبكده بتكون خلصت اخبارنا النهارده من عرب وود. نشوفكم بكره وحلقه جديده في نفس الميعاد، وكل الاخبار الفنيه عندنا بس في عرب وود. شكرا دانا. سيدي ليك يا حيا. ما تنسوش تتواصلوا معانا على كل مواقع عرب وود على السوشيال ميديا، فيسبوك وانستغرام وتويتر. نشوفكم بكره في نفس الميعاد. باي باي.